تحميل فيديو يوتيوب بدون برنامج. هتفتحي برنامج اليوتيوب وتبدأي تختاري الفيديو اللي انتي عاوزاه من السيرش فوق. هتبدأي تختاري الفيديو اللي انتي محتاجاه، فلنفرض مثلا ان هو هيكون اي فيديو بقى من دول، مثلا الفيديو ده هنختاره. هتدوسي على مشاركة ونسخ الرابط وتخرجي من اليوتيوب وتخشي على جوجل كروم وتكتبي في السيرش save from. اول اختيار في السيرش هنختاره وندخل على الموقع وهنبدأ لزق الرابط اللي احنا نسخناه من اليوتيوب، وهيبدأ معاكي التحميل وهيتحمل عندك في الجاليري. ومبروك عليكي الفيديو. كده احنا خرجنا من كله وهندخل على معرض الصور وهنلاقي الفيديو.